متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارة ثقافة، والذي سنجيب فيه على سؤال طرح مرارا على قناتنا، وهذا السؤال هو: أيهما أكثر ثراء، السلطانة صفية زوجة السلطان مراد الثالث أم السلطانة مهرماه ابنة السلطان سليمان القانوني؟ لكن قبل أن نواصل، ندعوك عزيزي المتابع إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. ربما يكون من الصعب المقارنة بين ثراء السلطانة صفية وثراء السلطانة مهرماه، إلا أننا وبعد التفكر في أخبارهما استطعنا أن نجزم بأن السلطانة مهرماه كانت أغنى من السلطانة صفية. ربما تلقت هذه الأخيرة في فترة معينة مرتبا أعلى من السلطانة مهرماه، وذلك بعد أن زادت المرتبات بشكل كبير في تلك الفترة، إلا أنها ومع ذلك لم تستطع أن تصبح أكثر ثراء من السلطانة مهرماه، حيث كانت أميرة السلالة تتلقى أيضا مرتبا كبيرا، كما أنها ورثت ثروة طائلة عن زوجها رستم باشا، حيث انتقلت لها بعد وفاته الكنوز التي عمل رستم باشا طوال حياته على جمعها. كما كانت مهرماه مدللة والديها، الأمر الذي جعلها تتلقى هدايا نفيسة طوال حياتها. أما الدليل على أن مهرماه قد كانت الأغنى، فهو عجز السلطانة صفية على استكمال بناء مسجدها، حيث توقفت الأعمال فيه لتستكمله بعد ذلك السلطانة ترخان. هذا في الوقت الذي تجاوزت فيه مقدرة مهرماه المالية بناء الجوامع فقط، وامتدت لتجعلها قادرة على تمويل الحملات وعلى بناء شبكات مياه للحجاج. ليس هذا فقط، فلقد كانت تساعد الدولة بأموالها كلما وقعت في نقص معين. فمثلا غطت السلطانة مهرماه العجز المالي الذي كانت تعاني منه الدولة العثمانية في أوائل عهد أخيها السلطان سليم، كما ساهمت أيضا في تمويل عدة حملات وقامت بتجهيز عدة سفن، هذا طبعا بالإضافة إلى المنشآت التي أنشأتها. ولهذا فإنه من المؤكد أنها كانت أغنى من السلطانة صفية. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.